أيضا أتابع الموقع الرسمي لمطار مدينة راستوف، ومدينة راستوف هي المدينة الحدودية مع ما في هذه المنطقة. أيضا مطار راستوف يعمل بشكل طبيعي، أشاهد خلال جدول الطيران لصباح اليوم هناك العديد من الطائرات باتجاه مدينة موسكو وقادمة من مدينة سان بطرسبورغ. حتى الآن لم يعني لا يوجد أي تأكيد من الجانب الروسي حول هذا الموضوع. الأغلب بالنسبة لي نعم، لا يوجد أي شيء رسمي ولا نفي للإغلاق، المطار يعمل بشكل طبيعي هنا.